بنت بتحب القراية جدا وهي موجودة معايا وهي اللي بتجيبني مخصوص، فيبقى معظم الكتب اللي بتجيبها أنا بحب أقرأ. جاية أشتري كتب وروايات وحاجات زي كده. جبت رواية محمد صادق، منزل رواية جديدة اللي هي الدامة، وجبت رواية مترجمة كوري بقى، في رواية اسمها لوز، فيها في رواية مولودة 1900 وحاجات مش فاكرة الصراحة اسمه بالظبط. وانا لسه بادئه بالهيئه المصريه للعامة للكتاب، يعني ده حريصه ان انا ابدا بيه اول حاجه. حقيقي في كنوز الحقيقه واسعارها تحفه بصراحه، يعني انا جايبه المجموعه الكامله السيره الهلاليه لعبد الرحمن الابنوتي، الكتاب ب5 جنيه، فحقيقي تحفه لو حد عايز ياسس مكتبه. يعني هو المعرض كويس جدا، النظام حلو خالص والدنيا جميله خالص ومنظمه وهاديه. طبعا ملاحظ ان الاسعار عاليه شويه في الكتب يعني، لكن برضو في كتب كويسه وفي متناول الجميع، وفي كتب كويسه جدا للاطفال وحاجات مفيده للاطفال الكبار والصغيرين. يعني انا جاي اجيب كتب لاطفال يعني لاولادي. يعني انا جاي مع بابايا ومامتي واختي. المعرض جميل جدا وانا بصراحه بحب القرايه، وده بصراحه احسن مكان ليا القرايه. ومطور اكتر وحاجاته احسن، والكتب شايفاها احلى السنه دي كتير. المعرض كمان متنظم اكتر وفي كتب اكتر اقدر ان انا اقراها ومناسبه للناس كتير.